استاذ احمد حموي، هلا كمان انتقلنا على محل بتصور انه كثير مهم انه يعرفنا استاذ احمد يلي صار له اكثر من 40 سنه بخان الخياطين على شو كانوا جدودنا يلبسوا، يعني شو كانت شغلات اساسيه يلي تتخيط هون. بيناتهم هيدي الفرو جبتها من عندك انا، مشلح وبر. مشلح وبر هذا اسمه عبا. هي. الفروه هي اللي قصها قبل اللي بقلبها فرو، هي نجيبها جاهزه. هيدا وبر جمل بجزوه من الوبر وبحيكو، بعدين نحن بيجي ماشي كوبوني نرجع نحن هيدا كله بنشتغله هون. ايه. وناس بتبطنه من جوا، وهذا تبطين القراني والشغل هيدا. وهذا شغل يدوي، خرج يدوي. صح، بدي خبركم خبرية بس يا جماعة، أنا جربت الاثنين وزن هيدي ما بعرف قد بدي أقول لكم كم كيلو، ما بقدر هذا بيطلع شيء 4 كيلو، شيء 4 5 كيلو. وهي بعد ما فيكم قلت لي كمان تعبوها فرو من جوا. لا هذا ما في داعي للفرو، هذا بس لانه هذا ممكن تتغير. هاي تنعمل قماشه اثقل. هي بصراحه هو ومن جوا بنحط له الكرماسوت الاحمر ودفيه. دفيه هذا بيقبر البر اشتغل. هذا شروال انت هذا شروال لبيس انا بفصله ومنخيطه. هيدا شروال لبيس. عن جد بدي اقول لكم انه من قليل المحلات يلي بعد بتلاقوا بعد بيشتغلوا هيدا الشغل. بعد في ناس تشتريهم؟ بعد في ناس تقصوا؟ للي بيلبس عربي، هيدا شروال بنقول له شروال عرس او شروال مختار. هيدا هيدا الشروال الاساسي يعني اللي بعرسه بدي البسه انا. بالضبط، هيدا شروال. عادي رجل النمليه بدي البس هيك شروال. هيدا شروال عرس، مش شروال عادي. وبيجي هيدا جاكيته فوقه. جاكيت بعد البلايزر تقريبا نزلت. جاكيت عربي. جاكيت لا عربي. هي بتجي قصيره، ما بتجي بتجي يعني نص فتحه مقزمطه. ايوه بالضبط. بتجي مقزمطه. احمد عندنا كمان هيدا مثلا جاكيت، هيدا اليوم قطع، هي عمرها 40 سنه. اليوم ما بقى في مين يشتغلها، هذا كله يدوي على الايد. على الايد من على الطلب من خان الخياطين. كمان تعرفنا على احمد، بدنا نشكره. مكملين معكم مشاهدينا، خليكم معنا.